كرة تبعد للأمامنا، ضربة راسية تبعد الكرة، عادت لجزر القمر، خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت الكرة وكانت خطيرة لمنتخب جزر القمر. ناصر حسن، شوف التوغل وبعد ذلك التمرير، وبهذه الطريقة تقدم، والتنفيذ كان مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب. في الكرات العراقية محاولة ملعوبة وطالت الكرة، تشديد مباغتة لهذا اللاعب مصطفى، هنا اللي عاد مصطفى، تسديدة قوية لهذا اللاعب العراقي في مكان جيد. أحمد يناظر حائط الصد، يناظر الحارس، يناظر المرمى، ممكن من هذه الكرة، وأحمد عبد الرضا يتقدم، أحمد ولكنها بعيدة. رواد حسين حارس المرمى، كرة للأمام، كل يعلم بأنه العراق حامل اللقب، كرة خطيرة الآن، مرت إلى الخارج. كرار كان ممكن أن يسجل، شوف كرار، الله على المرور، مر وتقدم، كرة ملعوبة الآن، تمرير جهة اليمين، سريعة الكرة والانطلاقة والمحاولة مستمرة بعد ذلك لحسن علي، حسن استلام للكرة، تبقى المحاولة، تبقى الخطورة، وتسديدة، جول لمنتخبنا، الله على الهدف الجميل، وهدف رائع عن طريق علي أكبر، علي أكبر طاهر يسجل أول أهداف المباراة. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، وشوف الإبعاد الخاطئ من مدافعي منتخب جزر القمر، وبالتالي تابعها علي أكبر وسدد الكرة على يمين حارس المرمى رواد حسين. حلوة 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 لعلي أكبر، شوف الإعادة، هنا المتابعة الجيدة، هنا المتابعة والإصرار الكبير على المتابعة، وبالتالي من قبل لاعبي منتخبنا، ونؤمن النتيجة ونسجل ثاني. مرور ممتاز، الله على المرور، داخل منطقة الجزاء، تبقى الخطورة، ممكن ثاني، خطيرة لمنتخبنا، الأولى أبعدت من المدافعين والثانية كانت في العارضة، وبعد ذلك صافرة وخطأ. الله على حسن علي، مر وتقدم وبعد ذلك أرسل كرة عرضية، سددها اللاعب كرار، وكرار أبعدت من المدافعين، وبعد ذلك المتابعة اللي كانت سريعة وكانت جميلة ورائعة، والعارضة هذه المرة هي من تكفلت بالإبعاد، هي من تكفلت بالإبعاد، وجزر القمر ومنتخبنا كان الوصيف. الثالثة كانت في قطر 2014 ومنتخبنا كان البطل، والوصيف المنتخب السعودي، ثاني للعراق، ثاني للعراق، ولكن هنالك صافرة وراية على ما أعتقد. شوف الإعادة، حسن علي والله فيها شك، فيها شك أنه غير متسلل كان، على كل حال شوف يعني قوة جسمانية لدى اللاعب كريم سيد. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي الصافرة لنهاية الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف عن طريق لاعب علي أكبر طاهر في الدقيقة 27 بمتابعة لكرة كانت رمية التماس تنفذ بشكل سريع، والكرة بعد ذلك تبعد
للأمام الكرة الآن، خروج لحارس المرمى وحسن علي يحاول والحارس يبقى وبعد ذلك الإبعاد يأتي. هجوم الآن لحسن، تمرير بعد ذلك، حسن يحاول وسدد الكرة ومرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف الإعادة، علي أكبر كان في وضعية تسلل، والمنتخب التونسي سيواجه منتخب عمان من خلال مباريات الجولة الثالثة. منتخبنا إلى الآن بهذه النتيجة هو متأهل، ولكن إلا إذا خطيرة لي هدف التعادل، ربما هدف التعادل، اي نعم هدف التعادل، وبالتالي مطالبة بخطأ، مطالبة بخطأ، ولكن هدف التعادل. شوف الإعادة من المدافع، من المدافع على ما اعتقد هدف عكسي، هدف عكسي، وبالتالي مطالبة بلمسة يد، لكن هدف عكسي، كرة دخلت وتجاوزت الخط وبعد ذلك المسك كان باليد من قبل لاعب منتخب جزر القمر، وبالتالي هدف التعادل. 1-1 الآن، 1-1 الآن. شوف اعتقد يعني تجاوزت الخط بالكامل سجاد محمد، كرة جهة اليمين، حسن علي، حسن يحاول وكرة باتجاه المرمى داخل منطقة الجزاء، وركلة جزاء لمنتخبنا، ركلة جزاء لمنتخبنا الآن بإعاقة واضحة من قبل حارس المرمى رواد حسين. شوف حسن بالتمرير والخروج من قبل حارس المرمى اللي ما حصل الكرة باللقطة الأولى رواد حسين، وبالتالي الإعاقة كانت للاعب كرار جعفر، وركلة جزاء لمنتخبنا الآن، ركلة جزاء ممكن أن يكون الرد سريع والعودة بالتقدم مرة أخرى بشكل سريع، ركلة جزاء الآن بالسلام لي كرار، بالسلام لي كرار. شوف الإعادة وواضحة جدا، حارس المرمى ما حصل الكرة باللقطة الأولى، بعد ذلك بمتابعة وبتركيز حسن علي على التنفيذ يتقدم والإبعاد، وهدف ثاني، جول ثاني للعراق، هدف ثاني عراقي الآن، يتقدم منتخبنا وهذه المرة كذلك، اي نعم كذلك، عن طريق نفس اللاعب على ما اعتقد، نفس اللاعب على ما اعتقد. شوف الإعادة، حسن علي والإبعاد والمتابعة مرة أخرى والهدف، اي نعم يأتي هدف ثاني بمتابعة كانت جميلة، وهدفين مقابل هدف واحد. شوف الإعادة، ضيعها حسن ورواد، حارس المرمى هو من أبعد الكرة، ولكن المتابعة وفزنا. طبعا الفوز الأول كان على السودان بنتيجة كبيرة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى السعودية كذلك نتيجة كانت كبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هنا الكرة ولكنها مرت إلى ركلة مرمى، وفي نصف النهائي فزنا على اليمن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وخسرنا النهائي من المنتخب المستضيف منتخب التونسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مشاركة الثالثة
اللي كانت لنا في البطولة. هنا الهجوم، ملكي كرار، يلا يا كرار، يلا يا كرار، وا مرت الكرة. كرار جعفر، والكرة مرت إلى الخارج. شوف الإعادة.